اخر للامام، كره بتعود ياسر الشهراني الان، خطر المحاوله منتخب السعودي، حذاري حذاري، اوه هدف سعودي ثاني، هدف سعودي ثاني، هتان باهبري، يا الله على سيناريو صعب ما كنا نتمناه والله. هدف ثاني مع الدقائق الأخيرة من عمر شوط المباراة الأول، يصعب المهمة كثيرا على منتخبنا الوطني. يا الله، الشهراني انطلاقة من الجهة اليسرى، من ثم التناقل الجميل، هتان وجد نفسه مواجه لفايز، اصطدمت الكرة بالمسلمي وسكنت بعد ذلك مرمى منتخبنا الوطني. ثاني الأهداف لصالح المنتخب السعودي، هدفين نظيفين في شوط المباراة الأول. تعقدت المهمة، زادت صعوبة، ولكن نبقى مع كرة القدم، ومع أيضا شوط ثاني كامل إن شاء الله.